وللوقوف على توسع النفوذ الإيراني في المنطقة واستغلال الزلزال الذي ضرب سوريا لتمديد هذا النفوذ وتمدده، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد حاتم الراوي. مرحبا بك معنا سيد الراوي، ودعنا نتساءل معك عن النظام السوري الذي أعلن عن خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة إثر قصف إسرائيلي. يتزايد استهداف المواقع والمطارات والقصف في كل فترة، يعني بين فينة وأخرى، وفي نفس الوقت لا يوجد أي رد من أي نوع من النظام هناك أو القوى والميليشيات الموجودة. بماذا نفسر ذلك؟ سلامي لك أستاذي الكريم والسادة المشاهدين. الحقيقة بالنسبة للضربات الإسرائيلية لميليشيات إيران في سوريا أصبحت معتادة، لكنها تتفاوت بين الضربات القوية والضربات الآنية، يعني أنا أقول ضربات صغيرة آنية. فمثلا نجد أنها في محيط مطار حلب تضرب مستودعات أسلحة أو تضرب مواد عسكرية معدة لنقلها إلى الجنوب، يعني باتجاه دمشق وجنوب اللبناني. أما بالنسبة لي مثل ضربة أمس فكانت عبارة عن عملية تعطيل لمطار حلب، لأن الضربة لم تستهدف لا البرج ولا غرفة عمليات المطار. طبعا هي بالمناسبة هنا أقول لك أن البرج وغرفة العمليات لأي مطار في العالم أو ميناء هذه تعتبر يعني ضمن المنظومة الدولية، وبالتالي الاعتداء عليها لا يعني لا غير جائز. وقد ضرب مطار دمشق مثل هذه الضربة، يعني التي طالت البرج وغرفة العمليات لمرة واحدة. أما مثل ضربة البارح فقد يعني أحدثت أعطال في المهبط، منعت طائرة إيرانية كانت قادمة إلى حلب من الوصول إلى أو الهبوط في مطار حلب. أما بالنسبة للأضرار فهذه يعني الحالات إصلاحها سهل جدا، يعني هو المهبط للسادة المشاهدين عبارة عن يعني يشبه طريق، نحن في سوريا نقول الطريق الزفت، بالعراق تقولون طريق المبلط، فتحدث فيه حفرة ويتم إصلاحها خلال ساعات وتنتهي تعود الحياة للمطار وإلى حركتها الطبيعية. هذا نلاحظه دائما نعم. يحصل في الشمال، يعني مثلا بمطار حلب عندما يضرب، ولكن في مطار دمشق تكون إما أن يعني هناك طائرات تحمل شخصيات قيادية من ميليشيات إيران فيعطل المطار بطريقة تمنع الإصلاح أو تعيد إصلاحه لعدة أيام. السيد الراوي، يعني هذه يعني هذا هو السؤال التالي: الأهداف التي تضرب ليست أهداف متحركة أو أهداف حية كما هو واضح، وكما تفضلت الآن هي يقوم النظام بإصلاحها بعد أيام ومعاودة العمل. يعني أي نوع من الأهداف تريد دولة الاحتلال تحقيقها من وراء هذه الضربات لأهداف يمكن إصلاحها؟ يعني تأجيل مثلا وصول طائرة أو شخصيات من إيران، هل يعد هذا هدفا مهما بالنسبة لإسرائيل كي تخرج بغارة جوية تقوم بها؟ كيف يفكر الاحتلال تجاه هذا الموضوع؟ تماما، يعني السؤال قيم جدا ومهم. تماما كما تفضلت أن هناك استهدافات حصلت مثلا لمعسكرات عياش في دير الزور، وهي مستودعات ضخمة جدا للميليشيات الإيرانية كانت سابقا للجيش السوري. أما بالنسبة لهذه الضربات مثل ضربة حلب البارحة هي لا تتعدى أكثر من إعاقة لعملية معينة لعدم وصول شحنة بتوقيت معين أو لإجبار الشحنة على المرور من طريق آخر ويمكن ضربه في الرخ نفسه. يعني أن إسرائيل تركز على عدم السماح بوصول أسلحة
تطال حدود فلسطين، وهذه تكون في الجولان وفي الجنوب اللبناني. هنا يتم الضرب بشكل حقيقي وفاعل، وضربت أكثر من مرة معمل الصواريخ، هو عمليا هو تجميع صواريخ وهي صواريخ قصيرة المدى، ومعمل لتجميع الطائرات المسيرة بالقرب من مطار ديفور. نعم، طيب إلى أي مدى يمكن لهذه الاستهدافات أن تؤثر فعليا على القدرات العسكرية للميليشيات الموالية لإيران؟ هذه بالنسبة لإيران أنا لا أعدها يعني تؤثر على الإطلاق، لأن إيران تعمل بالعقيدة العسكرية القتالية الشرقية، وبالتالي هي غير آبهة لعدد العناصر الذين يقتلون أو يموتون، والخسائر البشرية لا تعنيها على الإطلاق، وهي سخية جدا، ويعني لمس المواطن العربي سخاء إيران بتقديم الضحايا في خلال الحرب العراقية الإيرانية، حيث أنه كان يتم تدمير أعداد كبيرة وقتل أعداد كبيرة من الجيش الإيراني على يد الجيش العراقي البطل، ومع ذلك فإيران كانت لا تأبه لهؤلاء القتلى. لذلك هي يعني تحرص كل الحرص على إخفاء وتمويه على الأسلحة أكثر من الأفراد. وبناء على الأسلحة التي يعني تصل إلى هذه المناطق مثل مناطق حلب ومحيط دمشق، تضرب من قبل إسرائيل. يعني حتى الآن لا نلاحظ أن إيران قد تمكنت من إيصال شحنة من الصواريخ أو من الطائرات المسيرة، قطع الطائرات المسيرة، إلى الأماكن التي تجمع وترمم فيها بشكل آمن وبشكل صحيح. هكذا إسرائيل تستهدف هذه الأهداف. تمام، باختصار سيد الراوي، إلى أي مدى استغلت إيران كارثة الزلزال لزيادة تمددها ونفوذها في سوريا؟ كعادتها إيران يعني تلف وتدور وتستعمل أساليب الخداع. القافلة التي دخلت من البوكمال وضربت بطريقة أخرى، يعني ليست من الجو، قد تكون ضربت بمسيرات، وبعد أن اجتازت حدود البوكمال باتجاه الميادين كانت تحمل خضار ومواد غذائية، وتحتها كانت تحمل أكداس من الأسلحة، وأن بعض السيارات، وهذه رأيناها يعني الأشرطة موجودة وراءها المواطن السوري، أكياس من الفحم تسير مع الشاحنات التي تأتي بالغذاء وتوضع في مكان توزيع الأغذية كنوع من يعني، ويأتي الأطفال والرجال فيمسكون بالأكياس وإذا بها فحم نعم. لا يصبح يعني، كنوع من استفزاز المواطن السوري والضغط على أعصابه وعلى كرامته. شكرا، نعم، شكرا لك الخبير العسكري السوري العقيد حاتم الراوي.